عبدو مهاراتي طالب من خان شيخون. ما طلعنا معانا غير ماكينة الغزلي، عم اشتغل عليها وبقدم من البيت برقم 11 شخص. نحن بنحب الغزولي، احيانا لا بنجيب مصاري بنشتري، لا بنجيب سكر كاس سكر بنعمل غزولي. عم نبادي هون للاولاد بكاس سكر بسينة غزلي، يعني كاس السكر موجودة بالبيت بس المصاري ما موجودة. غزولي.